أيضا يقول: ما حكم تبرج النساء وماذا يترتب عليه؟ وطبعا للسؤال بقية. يقول بعض الأخوان من المصريين أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. يقولون: لا أصل الحديث المرأة كلها عورة إلا وجهها بدون. نعم، نقول إن تبرج المرأة محرم، لأن الواجب في حقها التستر وعدم التعرض للفتن. لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم ثياب يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والتبرج بلا شك ميل عن الحق، وسبب لميل الناس عن الحق وللافتتان بهن، فهو محرم. ولكن هل إبداء الوجه والكفين من التبرج أو ليس منه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه من التبرج، لأن من أبلغ أسباب وسائل الفتنة ظهور الوجه والكفين. لا، فإن تعلق النفس بالوجه أشد من تعلقها بأي عضو من الأعضاء وبأي جزء من الأجزاء. وإذا كان أولئك الذين يبيحون كشف الوجه والكفين يمنعون من كشف القدمين والساقين، فإننا نقول لهم إن إظهار الوجه والكفين أشد فتنة وجذبا إلى المرأة من إظهار الساقين. ولهذا الصواب من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يجوز للمرأة إظهار وجهها وكفيها، بل إنه هو المشهور عند المتأخرين من الشافعية كما في كتاب الإقناع لهم في حل ألفاظ أبي الشجاع، بل إن بعض الناس كابن القسلان حكى إجماع المسلمين على وجوب تغطية الوجه والكفين في هذه الأزمنة، يقول ذلك في زمانه، فكيف بزماننا نحن الذي أصبح الناس ضعيف الإيمان إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ثم إن الأمر الأهل لم يكن مقصورا على الوجه والكفين عند هؤلاء الذين يبيحون لنسائهم أن يكشفن وجوههن وكفهن، بل تعدى الأمر إلى إظهار الرأس أو جزء منه، وإظهار الرقبة، وإظهار أعلى الصدر، وإظهار بعض الذراعين، وعجزوا عن ضبط النساء في هذا الأمر. لهذا القول الصواب بلا ريب أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليس من محارمها. نعم.